الأساتذة لأول مرة النسخة العربية بمدينة تطوان وبالمدرسة العمومية. كانت هذه الشعلة بمثابة الشرارة الأولى لانطلاق هذا النموذج البيداغوجي الجد الفعال والكارو. ناظر الثانوية على الفاسي التأهيلية في بني مكادة طنجة، هي ثانوية عمومية كيف كتعرفوا. احنا اليوم في تظاهرة ديال محاكاة ديال الأمم المتحدة المصغر، وهي تظاهرة يعني طلبت منا واحد المجهود ديال 5 شهور ديال الجد العمل مع التلاميذ في ورشات عدة مع عدة لقاءات لتطوير مهارات ديالهم في محمد لوشي رئيس الجمع العام ديال نموذج الأمم المتحدة المصغر اللي كيتقام لأول مرة في مدرسة عمومية. حقيقة احنا جد متحمسين لهذا اليوم بعد 5 شهور ديال الخدمة والمواظبة والانضباط. كما قال الصديق ديالي راه غنحاولوا نلخصوا 3 أيام اللي كتوقع في الجمع العام محاكاة، غنحاولوا نحترموا الدبلوماسية ونمارسوا الديمقراطية. وهذا النموذج هذا كان عنده بزاف ديال الفوائد على الفرد والجماعة، يعني طريقة ديال الإنسان تعلم يبحث على الممولين، تعلم يهضر أمام الجماعة، تعلم يخدم في الفريق. اسمي هاجر مرزقيوي، ممثلة سفيرة اليابان. هذا النموذج صراحة واعر بزاف بمعنى الكلمة، أنه خولنا نكسبوا ثقة في راسنا، نكسبوا ثقة في نفوسنا، كيفاش نتعلموا بروتوكول على أكمل وجه، كيفاش نوقفوا حدا الجمهور بدون تخوف.